السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله بنصور في الاكل البلدي بتاعتنا على السطح. طبعا يا جماعة انا ما صورتهاش من زمان، فانا حبيت كده اطلع يعني ايه اتسلى معاكم شوية كده وهوريكم شوية حاجات، نقول لكم شوية على معلومات حلوة كده. وبفرط لهم كده كوز ذرة ولا حاجة كده وانا قاعدة، علشان يعني زي ما انتم شايفين كده بنفرط. البط بياكل والفراخ بتاكل. الدورة ده حلوة يا جماعة اهوت. حبيت بس اطلع يعني ايه اقعد معاكم كده وافرط مع معاكم كوز الدورة دوت، وهوريكم البيض بتاعنا الانتاج، البيض بتاع الفراخ، علشان نشوف مع بعض كده اذا كانت التربية ديت بيجي من وراها فايدة ما بيجيش الكلام ده كلته. يعني على اساس في ناس بتقعد تقول ايه لا ده احنا نشتري احسن من التربية. فانا يا جماعه يعني صممت اعمل لكم الفيديو ده النهارده على اساس الناس اللي بتقول لا ده اللي احنا نشتري الحاجه احسن من نربي ونتعب دماغنا ونكلف نفسنا والحاجات دي كلها. فان شاء الله يا جماعه كده انا بس بفرط معاكم الذره اهوت. ده ذره الفراخ بتحبه اهو، بنفرطه كده نرميه على الارض وان شاء الله هوريكم الخير بقى بتاع ايه بيوت الفلاحين. الناس اللي هي حابه الراحه وبتحب تستريح وما توجعش دماغها وما تحبش تربي والحاجات دي كلها، اللي بتقول لا بلاش نوجع دماغنا هوريها لكم. احنا بس يا جماعه في فراخ لسه على العشه فوق بتنط، يعني الله اعلم بقى بتبيض على العشه دي فوق ولا لا. فاحنا ان شاء الله هنبقى نطلع كده وندور، ممكن تكون كده نلاقي فرخه مخبيين جحر بيض كده ولا حاجه، فاحنا هنشوف. فاحنا الاول بنعمل في الفراخ بتاعتنا، عرفناها وخلصناها. عندنا شوية عنب باقيين بواقي هي حطيناها للفراخ. احنا مش بنحط بقى على طول علشان ايه ما يتعبش الفراخ، يعني كل فين وفين كده عم نحط لهم شوية. البط بيحب اكله والفراخ بتحب اكله. وفرطنا لهم كوز ذرة اهوت يفطروا بقى. وفي برضو حاجات بواقي من البيت، في عيش وفي رز وفي حاجات يعني خضار وحاجات. كل دي يا جماعة ده حلو للفراخ، يعني الفراخ ما بتكلفش معاك من الاخر. كل بواقي اكل البيت هتطلعه لك، فانت هتتكلف ايه؟ مش هتكلف قليل. او لو انت اشتريت مثلا كيلو دش ولا حاجه واديتهولها، كل الحاجات دي ما كانت هتترمى في الزباله يا جماعه. الناس اللي ياما مش عايزه تكلف نفسها وتخسر نفسها، الافضل ان انت ترمي بواقي العيش في الزباله والرز في الزباله والحاجات ديت، ولا الافضل ان انت تربي لك فرختين زي دول كده. اهو انت شايفينها ما شاء الله يا جماعه، دي الفرخه البيض فوق البيض اهوت، عمال بيطاقي زي ما انتم شايفين. الافضل ان انت ترمي الحاجات دي في الزباله، ولا الافضل ان انت تجيب لك شويه فراخ زي دولت والبواقي اللي زي دي بترميها لها، انه افضل؟ طبعا احنا داخلين على مدارس، عيالنا طبعا بيعوزوا الصبح يفطرهم، عايزين بيضه يسلقوها، عايزين حاجه يفطرهم، بيبقى متوفر عندك البيض. بدل ما تشتري البيض اللي هو من بتاع المحلات دوت ما انتش ضامناه بيبقى جاي شكله ايه، البيض الصيني والبيض الحاجات دي كلها، الافضل عندك البيض البلدي. لو انت برضه حابه تعمليه يعني كمشروع عندك ولا حاجه، او انت مثلا مش حابه تكلفي نفسك عندك شويه فراخ ولا حاجه هي بيض. احنا عندنا هنا يا جماعه البيض البلدي ده بيتباع البيضه ب2 جنيه. وفعلا انا اللي بيفيد عندي ببيعه، مش هقول لكم لا. انا يعني لان انا عندي كميه فراخ كبيره ما شاء الله، وعندي كميه بيض كبيره، اللي بيفيد عندي هرميه يعني ولا اسيبه يبوظ ولا يعمل ايه؟ ببيعه، اللي بيفيد من بيتي ببيعه. واحنا ان شاء الله هوريكم الانتاج يا جماعه بتاعت الفراخ، عشان الناس بس اللي هي يعني كان في كام واحده كده كانت قالت لي لا احنا نشتري الحاجه احسن، نشتري الفراخ احسن جاهزه ونشتري الحاجات دي جاهزه. فانا بوريكم الفرق يا جماعه ما بين الناس اللي بتربي وما بين الناس اللي بتقول لا احنا نشتري الحاجه جاهزه. فطبعا اللي بتربي دي بتبقى يعني دي بتبقى ست بيت شاطره، ما تبقاش يعني قالت ان احنا فلاحين او الكلام الفاضي ده كلياته، ده كلام كله فاضي يا جماعه. الناس اللي هي بتبقى عايزه تقعد طول النهار وتشتري حاجه جاهزه دي ما هيش شطاره يا جماعه. الواحده الشاطره اللي هي تبقى تدبر في بيتها، تجيب فرختين تربيهم عشان عيالها بدل ما تشتري فراخ من بره. يعني يبقى خيرها في بيتها، يبقى عندك بيض يعني خيرك في بيتك، يبقى البيض في بيتك، الفراخ عندك في بيتك، عندي ما تعوزي تذبحي تذبحي احسن ما تشتري. تعالوا يلا نسمي الله كده يا جماعه ونشوف الخير بتاعنا. انا اول حاجه يا جماعه عاملاها طالعه اهوت، انا بقالي يومين ما لمتش البيض، فده جردل حاطه فيه شويه رده زي ما انتم شايفين اهوت، وطالعين طبعا نلم الخير من على السطح.
تعالوا نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اذا فرخه قامت اهي اللي كانت نايمه هتبيض جنب منها البطه اللي نايمه. تعالوا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يا جماعه نشوف الخير مع بعض. يلا يا جماعه كده نسمي الله ونلم البيض بتاعنا. طبعا احنا يعني عشان بقالنا يومين ان شاء الله ما لمناش البيض، فده تاني يوم هنلم. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يمكن الفيديو ده يا جماعه انا عملته بس عشان الناس اللي بتقول لا احنا نشتري كل حاجه جاهزه احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنسيب رقوبه يعني في قلب المكان، ما بنشيلش كله ولا حاجه عشان الفراخ ما تتوش. بالرغم ده كله برده بنلاقي فراخ فوق القش، فانا ان شاء الله حاسه كده ان انا لو طلعت هلاقي في فراخ فوق القش بيضة. احنا بنسيب البيضه ديت كده رقوبه. البيضه دي يا جماعه محدش يستغرب، لان البيضه ديت بتاعه بطه، دي كانت بيضه صغيره دي زنقت عنقود، فانا سايباها كده رقوبه على طول بدل ما احط بدل بتاع الفراخ، الفراخ تنام عليها على طول وتسرد ورقها بايظه، فانا بحط البيضه دي. فاحنا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف البيض بتاعنا. ده طبعا مش كل البيض، احنا لسه في قفص تاني هنقوم يا جماعه نجيبه ونسمي الله برده كده ونشوف جاب قد ايه. تعالوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعة ما شاء الله اهو، دول 2 4 6 8 10، دول كده 12 تمام. احنا ما شاء الله برضو هنحوش بيه. شوفوا البيض الاحمر دوت، ده يا جماعة بتاع البيض الفيوم، الفراخ الفيومة قصدي. ما شاء الله البيضة دي بسفرين، انت شايفينها دي بسفرين، يعني كل يومين ثلاثة كده الاقي كام بيضة كده جاية مطولة طويلة كده فيها سفرين. في بيض برضو ابيض، لان عندي فراخ بلدي برضو بتبيض، انما البيض الكبير ده يا جماعة في هنا بطة اهي بيضة، بيضة بطين همت حطهم على جنب. فاحنا ان شاء الله هنلم بقى الخير بتاع الفراخ بتاعتنا البلدي. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهوت، احنا مش هنعد بقى ولا حاجة. زي ما قلت لكم يا جماعه الست البيت الشاطره هي اللي تعرف تدبر نفسها، وهي اللي تعرف تمشي امور بيتها، وتعرف تصرف على بيتها وتصرف على طيورها وتعمل كل حاجه. في ايدك انت تعملي كل حاجه، وفي ايدك انت تساعدي في يعني في بيتك وتعملي كل حاجه. انا عن نفسي يا جماعه يعني مش عيب ولا حاجه ان انا اقول لكم، انا بعد ما بيفيد من عيالي خالص والاقوهم زهقوا من البيت ومش محتاجين له. يعني في ناس جيرانا ولا حاجه كده بتسال عندك بيض، واقول لهم اه عندي بيض وبتيجي تاخده، مفيش اي مشكله ولا اي حاجه. اهو البيض الكبير ده يا جماعه، دي يعني البيضه اللي بلاقيها كبيره زي دي كده، دي البيضه ب2 جنيه، دي البيضه ب2 جنيه. في عشان في ناس كانت بتقول احنا مفيش في منطقتنا كده، احنا عندنا بيبقى رخيص، لا هي البيضه الكبيره دي ب2 جنيه، انما البيض الصغير ده يا جماعه ده اللي زي ده كده ده بتباع التلاتة ب5.5، لان بتاع لسه فراخ مبشره يعني مش مكبرش قوي ولا حاجه تمام. فاحنا خلاص لمينا الخير بتاعنا اهوت من على السطح، دي كمان بيضه اهيت، ان زي ما قلت لكم البيضه بقاله يومين يا جماعه ما اتجمعش اهو. هنحط بقى في بيض الفرخه بيض البطه يعني مؤقتا كده، علشان انا عارفه ان في ناس هتقول طب ما في بيضه كمان اهيت تحت، في ناس هتقول طب ما كده الفراخ هتبوظ. احنا بس مؤقتا يا جماعه على ما نجهز لها القفص بتاعهم يناموا عليه. ده بقى القفص اللي الفراخ بتبيض فيه، هو والجردل التاني دوت، ده المكان بتاعهم الاثنين. فده ما شاء الله يا جماعه الخير بتاعنا لميناها الصبح من على السطح اهوت زي ما انتم شايفين. دي يا جماعه البيض بتاعنا بعد ما لميناه، والفراخ بسم الله ما شاء الله طلع التاني بيض اهوت، انتاج بيض جديد. الفرخة ايه زي ما انتوا شايفين. يلا احنا مش هنيجي نمتها بقى عشان ما تخافش وتقوم. خلاص يا جماعه ولمينا البيض بتاعنا، ده بس كان الغرض من الفيديو بتاعنا النهارده. خلاص يا جماعه وريت لكم اهوت، شوفوا شايفين الفرخه اللي فوق دي، الفرخه دي برده يا جماعه متوهه على السطح. فالغرض من الفيديو ده يا جماعه انني بس ايه يعني احمسكم، اخليكم تربوا واشجعكم على التربيه. كل واحده فيكم تبقى ست بيت كده يعني نشيطه، تربي تبقى خيرها في بيتها.
ما تشتريش حاجه من بره، عندك فراخك، عندك البطه، عندك البيض بتاعك، ما تشتريش. اكلي عيالك بيض صحي، بيض نظيف، يبقى مغذي في نفس الوقت. ما انتش ضامنه البيض الاحمر اللي انت بتشتريه من بره دلوقتي جاي شكله ايه، الكلام ده كله في نفس الوقت يا جماعه. برضو انا يعني بعمل فقاسه، فاحنا يعني ان شاء الله هنعملها برضو مع بعض، على اساس ان احنا هنقل البيض الكبير اللي هو موجود عندي دوت، وهنرقد منه ان شاء الله، لان انا عندي ما شاء الله البيض كله مخصب، كله في كثير، فان شاء الله هنربي مع بعض وهنعمل فقاسه مع بعض، وهنطلع باذن الله انتاج فراخ كويس. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.